السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ماجد صابر في فيديو جديد على قناتنا تشارليك تكنولوجي. فيديو النهاردة معانا شاشة توشيبا 47 بوصة بيتغير لها طقم الليدات. حبيت برضو اعرضها ليكم، اللي يحب يشوف الحوض من جوه مثلا، اللي جات له شاشة زيها او ان كنت صاحب شاشة وعايز تشوف شكل شاشتك من جوه، حصل فيها مشكلة، عايز تعرف شكل الحوض ايه، في كام مسطرة والمسطرة كام ليد، ده كله هنشوفه مع بعض ان شاء الله في فيديو النهاردة. هي الشاشة توشيبا، هي بصراحة ما فيهاش ايه يعني، ما فيهاش مشكلة جامدة في شغلها، بس احنا بنعرض الشغل اللي معانا زي ما اتفقنا، اللي بيجي بنحاول نعرضه ما بيننا وما بين بعض كفنيين، برضو نبقى عارفين شكل الحاجة قبل ما نخش عليها لو ما كانتش جات لك قبل كده. تمام، ده شكل الحوض بتاعنا اهو من جوه، عشان برضو ايه هنشوفها وهوري حضرتك الموديل بتاعها. وده شكلها من ورا، شكل المين بورد بتاعها وشكل الباور وشكل التيكون، ده شكلها من الظهر اهو. تمام، الحوض بتاعنا زي ما احنا شايفين، الحوض اهو جاي عباره عن اربع شرايط، كل شريط جزئين بالشكل ده كده، بالشكل اللي هنشوفه مع بعض اهو، عباره عن كده. تمام، ده شكل الشرايط بتاعتها معانا اهو، عباره عن اربع مساطر، المسطره جزئين بتبقى بالشكل ده. تمام، ده شكل المسطره اهو. تمام، المسطره فيها 1 2 3 4 5 6 7 8، وبتتقسم نصين. تمام، احنا بنقول ما فيهاش شغل جامد ليه دي، لان انا الحمد لله ربنا وفقني قدرت الاقي الطقم الاصلي بتاعها، جبت نفس الطقم بنفس الشكل، ما عدلتش ولا اي حاجه، انا جبت الحمد لله وشلت ده وحطيت دوت. تمام، اربع شرايط معانا، كل شريط نصين، عباره عن اربع ليدات، واربع ليدات 8 ليدات، عباره عن اربع شرايط. تمام، شكل الحوض من جوه بتاعنا اهو. تمام، ادي شريط 2 3 4، نصين زي ما قلنا في كل شريط اهم، ركبوا على ابوه على طول، ما عدلناش ولا اي حاجه، لا في شرايط ولا في تعديل دايره ولا اي حاجه، ركبنا الشرايط بتاعتها على طول كلها اهو، الحوض زي ما احنا شايفين. طبعا هنا مش محتاجين ان انا اشد لزقه او الكلام ده، لان هي فيها يعني الشرايط ممسوكه 10 على 10، مش محتاجه حاجه، وعشان ركبت زي الاصليه فمش محتاجه مني ان انا اشد لزقه ولا اي حاجه، هي راكبه 100 100. الشرايط دي كانت جايه لي بدبل فيس من الضهر، انا شغلته، رفعته وشغلته معايا في الحوض زي ما ايه، زي ما جات لي بالظبط. تمام، ده شكله اهو، هعرض برضو عليك الموديل، موديل لشكل الحوض اهو. تمام، ظاهر معانا كده يوسف اهو اهو. تمام اهو، شكل الموديل بيتهيألي كده باين مع كل اللي عايز يشوف الموديل بتاعها اهو، شفناه، عشان لو جات لك شاشه اختها تبقى عارف انت هتنزل تجيب ايه من قبل لما تفك، عشان تبقى فاهم برضو الدنيا فيها ايه. الكلام ده بيسهل معانا في الشغل جامد، انا نفسي ما كنت يعني، انا الموديل ده انا اول مره افتحه من المقاس ده، فما كنتش عارف. اللي حابب يخش ويشوف هيخش ويتفرج معانا ويعرف شكل الحوض ايه. نجرب برضو مع بعض الحوض في دقائق كده واحنا ايه، واحنا بنتكلم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح ستاند باي اهو، ده بداية ما بتقوم، بعد كده بتريح، هي كده خلاص واقفه ان هي محتاجه صوره، لو خدت صوره بترجع تاني للاضاءه بتاعتها الطبيعيه. شكل الحوض بعد ما خلص اهو، اشتغل معانا الحمد لله 10 على 10، طبعا احنا فكينا وعدلنا برضه عشان نقصر وقت الفيديو مع الناس، عشان ما اطولش عليك وتقدر ايه اديك المختصر اللي يفيدك ان شاء الله في اقصر وقت. تمام، اتمنى اللي يعجبه الفيديو واللي بيعجبه فيديوهاتنا ومكمل معانا ان شاء الله يدعم الفيديو بلايك، ويدعم القناه بسبسكرايب، وتفعيل صوت الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد بمجرد ما ننزل الفيديو باذن الله. اتمنى التوفيق للجميع، يا رب يا رب يا رب تكون الناس بتستفاد مني، وعلى قد ما بقدر والله وعلى قد مجهودي انا بحاول اقول، يعني ايه ما ايه، ما بحاولش اجود ولا حاجه، بنحاول نبسط الدنيا برده مع الناس، بس طبعا انت في المقاسات الكبيره دي مفيش حاجه اسمها بسط، الموضوع برده ما هو سهل للدرجه، عايزه منك صنعه وعايزه منك شويه خبره في الفك وفي التقفيل، لان هي اجزاءها كتير، لو يعني ايه لو باينه معانا فكها رخم شويه واجزاءها كتير، فده كده احنا شفنا كل حاجه فيها. اتمنى ان يكون الكل استفاد ان شاء الله من الفيديو، والى لقاء ان شاء الله في فيديو جديد مع بعض باذن الله. شكرا.